واجتماع المسلمين في أي بلد من بلاد الله، في أي بلد من بلاد على وجه المعمورة، مسلم في أي بلد، في الصين، في اليابان، في الأمريكان، أي مسلم في أي بلد من بلاد الله واجب يجب أن يجتمع مع أخيه المسلم، كانوا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشر ولا مئة، واجب يجتمعون. قال: قلت: واجب شرعي وفريضة ملزمة، وأن يؤمروا أحدهم. وأن يؤمروا أحدهم فين؟ مسلم في الصين، في مسلم ثاني ولا ما في؟ إن كان وحده لوحده في الصين شيء، معه شيء آخر يجتمع واحد منهم أمير، لابد، هذا ديننا، يؤمر لأن الرسول أمره، الله أمر بذلك، واحد أمير، أنت يا أخي أمير أو أنا، نتشاور، نتعاون، نتعاون، مش مو كذا ولا لا؟ نتعلم دين الله، هذا الدين، هذا دين. قلت: أن يؤمر أحدهم يسمع له ويطيع طاعة لله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم استحلال دماء المسلمين وأموالهم بعضهم، فمن فعل ذلك. إخوانك، تعال يا أخي، نحن في حي في تركيا، في الشام، في العراق، تعالوا يا أخوان نجتمع، واحد إمام، نتعلم، واحد نمشي برأيه أحسن، أحسن، أليس كذلك ولا لا؟ طيب، واحد قال لا ما أبغى، نزع يدا من طاعة، فمن نزع فليس من الإسلام في شيء، نسأل الله السلامة والعافية، وإن قتل وإن مات فميتته إيش؟ ميت جاهلية، ميت الضلال، إلى جهنم. تبه، الحمد لله عندنا أمراء وحكام، ولزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم وشق الطاعة والخلاف بينهم أمر مجمع عليه بين علماء الأمة وعيالهم.